السلام عليكم اخوان، معكم سفير مرزوقي بقناة سفير مرزوقي لمساعدة المهاجرين في اسبانيا، وجيتكم كيما كل نهار باخر معطيات فيما يخص تطور الوباء في اسبانيا. طبيعة الحال قبل ما نبدا بغيت نقول لكم كاين اليوم اخبار مفرحة جدا، وكاين يعني ارقام ايجابية اللي كتبين التطور ديال هذا الوباء هذا، يعني انه بدا كينخفض بواحد الطريقه يعني كبيره بزاف. وقبل ما نبدا نهضر لكم على الارقام اللي تسجلت اليوم، غنهضر لكم على واحد الخبر اللي دار في اخر ساعه حاليا في هذا النهار هذا، من بعد واحد الاجتماع ديال بيدرو سانشيز رئيس الحكومه مع الكوميتي ديال لا ديسيسكالادا، اللي تقرر باش يعطي تعليمات على طريقه ديال تخفيض الحجر الصحي في اسبانيا. هنايا على حسب الخبر اللي عندي، el gobierno fijará franjas horarias para la salida de la población a la calle a partir del próximo sábado día 2. قال سيدي الحكومه غادي دير اوقات باش تسمح للعائلات يخرجوا للشارع، يعني يديروا يعني واحد الدويره بحال كي دار مع الدراري الصغار ابتداء من نهار السبت جوج في شهر يعني خمسة. cuando se permita salir a las familias a pasear y a hacer una hora de deporte de manera individual. قالك باش يسمحوا للعائلات يخرجوا يتساراو، ولا باش يديروا الرياضة يعني ساعة في النهار بواحد الطريقة يعني اللي تكون فردية ما تكونش يعني جماعية، ما يخرجوش بزاف ديال الناس يديروا الرياضة، سينو يكون واحد اللي يخرج مثلا يدير ساعة ديال الرياضة في النهار بطريقة يعني فردية. Según informa Moncloa, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha adoptado esta decisión que se pondrá en marcha a partir del sábado durante la reunión del comité técnico. يعني هذا الشيء هذا من بعد الاجتماع اللي قلت لكم اللي دار مع الكوميتي تكنيكو دي para la desescalada، يعني قرروا celebrado esta mañana y a tenor de los datos que muestran la buena evolución de la pandemia en España. وهذا الشيء هذا جاي بناء على الارقام الايجابيه اللي كتسجل في اسبانيا، يعني التطور ديال هذا الوباء هذا، ان بزاف ديال الناس ما بقاتش كتشوفها وبزاف ديال الناس ما بقاتش كتعادها. يعني كما كنت سبق وقلت لكم ان هذا الوباء بدا كيبين الضعف ديالو في الاوائل ديال في الاواخر ديال ابريل، وبطبيعه الحال ما غادي نجيو ان شاء الله نتنصوا في شهر ماي ان شاء الله باذن الله، حتى غادي يكون ان شاء الله بدا كيبان يعني الانخفاض ديال هذا الوباء هذا. غادي نزيد نعاود نركز لكم على واحد القضيه قبل ما ندوز نعطيكم الارقام ديال اللي تسجلت اليوم، هي مازال لحد الان مازال ما فهموش الناس شنو هو البلان دي سيسكالادا. البلان دي سيسكالادا راه شرحت لكم البارح نيت في الفيديو، غنعاود نشرح لكم اليوم. البلان دي سيسكالادا ما غاديش يتطبق على كاع المناطق يعني في مره واحده. انا بزاف ديال الناس كيصيفطوا ليا تعاليق يقول لك انا عندي بيلوكيريا فوقاش غادي نفتح. نورمالمون الا المنطقه ديالك دازت سميتو لا فاسي اونو غادي يمكن لك تفتح، ولكن ما حد المنطقه ديالك ما وصلتش لديك المرحله هذيك ما يمكن لك تفتح. يعني هنا غادي نشوفوا مرحله غنشوفوا منطقه بمنطقه. قدر واحد المنطقه مثلا راها مازال في الصفر، وواحد المنطقه دازت لمرحله واحد، بحال مثلا كما قلت لكم المرحله المنطقه تاع جزر الكانارياس غادي يدوزوا المرحله واحد قبل من كاع اسبانيا كامله غتبقى في الصفر، وذاك المنطقه هذيك غادي تدوز. نعطيكم مثال، مثلا المنطقه ديال اندلسيه، ولا المنطقه ديال فالنسيا، هنايا يقدر مثلا اندلسيا تدوز قبل من فالنسيا مثلا، ولا تدوز قبل من مدريد. علاش؟ لان الناس تماك كيتسجلوا داتوس قل مثلا من هاد المناطق هادو. يعني هادشي غادي يكون باختلافات الناس اللي كيخدموا في المطاعم، حتى هما كيسولوا المطاعم غادي تكون يعني باش نوضح لكم، الناس اللي كيخدموا في المطاعم ماشي كلشي غادي يرجع في المرحله واحد. في المرحله واحد غادي يرجعوا، انا نشرح لكم بالضبط حيت عندي هنايا واحد التقرير. في المرحله واحد غادي يرجعوا غير واحد النسبه من الناس اللي كيخدموا في المطاعم، اللي هو لان علاش؟ لان ما غيكونش العمل 100%، غيكون غير 30%. ها انتم في فاسي انيسيال اللي هي فاسي 1 ابيرتورا دي تيراساس سي ليميتارا ال 30% دي لاس ميساس بيرميتيداس اون ان انيوس انتيريوريس. يعني داكشي كل يعني مطعم غيسمحوا ليه ب 30% نتاع الناس يدخلوا يعني ليه، يعني
في الموازاه مع سنوات قبل. دونك هذا شنو غيطرا مادام ما غاديش يكون لاكوباسيون ديال داك المطاعم 100%. الناس اللي راهم في البارو كاين منهم اللي غادي يرجع وكاين منهم اللي غيبقى، لان شكون اللي غيخصو يخدم؟ غيخصهم يخدموا كوسينيروس كاماريروس وداك الشيء، غادي يرجع واحد العدد ديال الناس يخدم، واحد العدد اخر غيبقى حتى يدوزوا لا فاسي دوس. يعني ما حدهم مثلا ما دازوش لا فاسي دوس ما غيكونش ابيرتورا توتال، ماشي لا فاسي دوس، حتى لا فاسي تريس كان بارالوكاليس استندرا الى فورو دي ماكسيمو دي uno dos de capacidad que garantice separación de clientes se permite gente de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes barra en terraza se limitará al 50% de las mesas permitidas ومازال وغادي وتشوف لا فاسي 3 غادي يبقى يعني 50% اللي غادي يسمحوا لهم باش يدخلوا المطعم. يعني لاكوباسيون ديال المطاعم غادي تكون كتختلف. هادشي علاش يعني يقدروا يبقاو الناس في الار دي حتى يدوزوا لا فاسيس لا فاسي لا كوارتو فاسيس، يعني يدوزوا من الصفر ومن الواحد ومن الاثنين ومن ثلاثه. يعني هادشي اللي بغيت نشرح لكم، لان كنشوف بزاف ديال الناس كيقول لك فوقاش غادي يردونا نخدموا، فوقاش غادي يردونا نخدموا. راه هادك الشيء متعلق بالمنطقه ديالك ومتعلق بال 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 بالمهنه اللي كتشتغل انت. يعني فاش مثلا تيانداس غادي يرجعوا العمل ديالهم، الناس اللي كيخدموا في تيانداس غيرجعوا العمل ديالهم قبل من الناس اللي كيخدموا في مطاعم. يعني كما سبق وقلت لكم المطاعم والفنادق كيبقاو من الاواخر اللي غادي يرجعوا، يعني حتى يخرج يعني الوباء تقريبا بشكل كلي من بعد ما ندوزوا المراحل باربعه. بحال كما قلت لكم دابا حنا في المرحله صفر، غادي ندوزوا لمرحله واحد. المرحله واحد غادي يبقى ابيرتورا دي ريستورانتي في كافيتيرياس كون انتريغا بارا لا هذيك مرحله صفر هي اللي رحنا فيها دابا، يعني كاين غير بارا دوميسيليو. المرحله واحد سي ليميتارا ال 30% دي لاس ميساس بيرميتيداس ان انيوس انتيريوريس، غيكون غير 30% من المطعم اللي غيمكن له يعمر، ما يخليوش يعمر اكثر من 30% من المطعم. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، وهذو هما المعلومات اللي نقدر نفيدكم بهم حاليا. غادي ندوزو دابا باش نشوفوا المعلومات الايجابيه اللي كنجيبكم كل نهار الحمد لله. كاين يعني تحسن بطبيعه الحال. البارح هضرنا على 300 وشي حاجه، 300 وشي حاجه ديال الوفيات. اليوم طاح هذا الشيء، هذا هضرنا على 2000 وشي حاجه ديال الاصابات وطاح هذا الشيء هذا. والداتو اللي هو بوزيتيف واللي دائما كنقول لكم اللي هو ايجابي بزاف هو العدد ديال الناس اللي كتشافى يوميا، هو اللي غنبداو به. العدد ديال الناس اللي تشافات اليوم 3103 ديال الحالات، والتوتال ديال الناس اللي وصلوا انهم يتعافوا هما 112050 شخص. 112050 شخص في اسبانيا هي في القمه نتاع الدول اللي عندها الشفاء من هذا الوباء. هذا كتجي موراها المانيا وموراها الولايات المتحده الامريكيه، عاد كتجي ايطاليا. يعني اكبر عدد ديال الناس تشافات في العالم كاين في اسبانيا، اللي هو العدد ديال 112050 شخص اللي تشافى. كاين الوفيات 268 حاله تسجلات في هاد 24 اخر 24 ساعه، وفي الاجمالي تسجلت 24543 حاله للاسف. كاين الكونتاخيوس حاليا وصلنا ل 213435 في الاجمالي، يعني وهاد اخر 24 ساعه تسجلت 1309 حاله. يعني هنايا مازال عندنا عدد ديال الناس اللي كتشافى فايت تقريبا اكثر من نصف، يعني ديال فايتو اكثر من نصف العدد ديال الناس اللي كتقاس، يعني العدد ديال الناس اللي كتآذى. عندنا 1309 ديال الناس اللي تآذات، وعندنا 3103 ديال الناس اللي تشافات. يعني حاليا ولينا كنفوتو اكثر من نصف ديال الناس اللي كتعافى اكثر من الناس اللي كتهز الوباء يوميا. وهذا العدد هذا نتاع 1309 غادي يجي غيزيد ينقص ان شاء الله باذن الله. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس خايفه من هاد القضيه ديال الخروج ديال الناس، خصكم تعرفوا الاخوان راه حتى الناس كيخافوا على راسهم. يعني راه بطبيعه الحال راه الناس واخا تخرج راه ما يمكنش تتعامل بتهور مع الوباء. يعني راه الناس عاطيه يعني واحد الديستانسيا، عاطيه واحد الامور بزاف. انا كنشوف هنايا مثلا غير في الجهه فين كنسكن انا، يعني انا كنسكن في حي شعبي ماشي شي حي اللي هو يعني نتاع الناس اللي لاباس عليهم ولا شي حاجه. يعني كنعيش في حي شعبي عادي فين كنعيشوا كاع المهاجرين
وكنشوف يعني التعامل ديال الناس مع الوباء في الزنقه. يعني كاين واحد الحذر وكاين واحد الامور، نتمنوا الخير من الله سبحانه وتعالى، لان هذا الحجر الصحي راه ما يمكنش يبقى واحد المده اكثر من هذا الشيء اللي دوزنا، يعني دوزنا واحد المده طويله بزاف. فلهذا كان ضروري خاص يكون التخفيف من الحجر الصحي، لان لا النفسيه الانسان غتبقى مزيانه، لا الدراري غيبقى النفسيه ديالهم مزيانه. الحاجه الوحيده اللي ديال الانسان هو الحذر، الحذر. كل واحد يبدا من نفسه ويحضر راسه في الوقيته فاش يخرج. نتمنى نكون وضحت لكم على الاقل بعض الامور اللي كان عندكم فيها الشك بطبيعه الحال. مازال غادي ندير لكم ان شاء الله كل نهار فيديو على التطور ديال هذا الوباء، حتى نخبركم ان شاء الله باذن الله بان اسبانيا سجلت صفر حاله في واحد النهار ان شاء الله باذن الله. علاش لا؟ وهذا الشيء هذا راه غادي يكون كما قلت لكم قبل، راه غادي تجي واحد الوقيته وغادي غتبدا اسبانيا كتسجل عدد الحالات، الناس اللي كتصاب قل من عدد الناس اللي عدد الناس اللي كتصاب قل من عدد الناس اللي كتشافى، يعني الناس اللي كتشافى غيكون اكثر من الناس اللي كيتصابوا. قلت لكم في واحد النهار، ولدابا راه كيتحقق هذا الهدف هذا اللي كان عند اسبانيا. طبيعة الحال ما حد غادي يزيدوا يتحكوا الحالات، ما حد الرخص غادي يكون، ما حد الناس غادي ترجع للعمل ديالها، ما حد الحياه غتبدا كترجع كيف ما كانت. غيبقى الحذر بطبيعه الحال، غيبقى بزاف ديال الامور اللي غادي يحمي بها الانسان نفسه. ما حد ما كاينش هاد الدواء اللي كيشافي هاد المرض هذا. كاين واحد الكلام يعني كيروج على واحد الدواء تلقى في امريكا، ما بغيتش نهضر عليه لانني هضرت على الدواء على فاكسان تاع اسبانيا، هضرت على الفاكسان ديال امريكا ومازالين كنساينوه، ما كاين حتى شي حاجه مؤكده. ولكن كاين واحد الدواء قال لك سيدي استعملته امريكا، ما غاديش نقول لكم الاسم ديالو من بعد ان شاء الله ونهضروا عليه، استعملته امريكا وعطى نتائج ايجابيه جدا. فاش غادي تكون شي حاجه مؤكده ان شاء الله غادي نخرج وغادي نهضر عليها، انما ما عزيزش عليا نهضر على شي حاجه من فراغ. كان معكم سفير مرزوقي من قناه سفير مرزوقي من ساعه المهاجرين في اسبانيا. نتمنى الفيديو هذا يكون لقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، وتقبل الله صيامنا وصيامكم وتقبل منا صالح الاعمال. السلام عليكم.